ثمة من يروق له ولدوافع طائفية أو شخصية. أسهب في معالجة ما كنا عليه قبل عقود، وأن جمعية الوفاق لم تكن يوماً ما عائقاً في طريق معالجة الأزمة الراهنة، بل إن رجالها بذلوا ما في وسعهم في طريق ألم يكن من أكثر الناس تأكيداً على ضرورة المعالجة للأزمات بالحوار والمصالحة الوطنية؟ ألم تسهم مواقفه وخطاباته وإرشاداته لأمن واستقرار الوطن؟ سهلاً بالتواصل والتحاور والمبادرة إلى تعزيز الثقة وتبريد الأجواء والإبداء لحسن النوايا والتجاوز للمشاعر الباعثة على التشنج والانفعال. التي قد تنشأ عنها يشق على العقلاء التنبؤ بمداها وحجم خطورتها، ولأن الشعور الذي أوحته هذه التطورات وأن الطائفة بقط إن واحداً من أهم الأسباب التي أفضت إلى تعقيد الأزمة وإطالة أمدها هو فقدان الثقة بين أطرافها، وفقدان الثقة إنما نشأ عن انكفاء. لبيك يا فقيه، لبيك يا فقيه، لبيك يا فقيه، لبيك يا فقيه، لبيك يا فقيه. بسم الله ولله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن